ومن كاراكاس ينضم إلينا عمرو المنيري مراسل الغد. عمرو، ضعنا في ضوء تصريحات غوايدو والموقف الأمريكي، وهل من ثمة تواصل ما بين الجانبين لتعزيز هذه الخطوة؟ نعم، بالفعل. دعينا نبدأ بما نشرته وكالة رويترز للأنباء، التي قالت بشكل حصري أن هناك اتصالات مباشرة ما بين واشنطن وبين عدد من الجنرالات في الجيش الفنزويلي. هذا ما قالته يوم ليلة أمس وكالة رويترز. أما غوايدو فهو بالفعل عين أو سمى عدد من الأشخاص، منهم من سيتحمل مكتب رئاسة الجمهورية أو رئاسة فنزويلا. في المقابل الرئيس نيكولاس مادورو يوم أمس قال أنه على استعداد لإجراء حوار، سواء على مستوى الشخصي هو شخصه بنفسه أو من يكون مبتعث من فنزويلا أو منه شخصيا. وهذا ربما خطوة جديدة لكنها متأخرة جدا بالنسبة لمادورو. في المقابل لا تزال القوات الفنزويلية تغلق الطرق المؤدية من كولومبيا إلى فنزويلا لمنع دخول المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو الوضع الآن. لكن في الوضع في الشارع، ربما غوايدو قال أننا سننزل الشارع، لكن لا يبدو أنه اليوم سيكون هناك أي احتجاجات، والتحضير سيكون ليوم 12 فبراير المقبل. شكرا جزيلا لك من كاراكاس، كنت معنا عمرو المنيري مراسل الغد.